الآن أنا رايح أتوقف عند نقطة جديرة بأن نتأملها وأن نفهمها، وأن العرب أيضا يشوفونها ويشوفون المخازي ويشوفون أن المواقف الوفاقية لم تختلف لا في التسعينات ولا في 2011، رغم أن هم يدعون ويزعمون ويكذبون بأنهم مع الإصلاح وأن حركتهم إصلاحية وليست انقلابية. في التسعينات يمكن، أنا ضد العنف، أنا ابن الحركة الوطنية منذ أن نعومت أظفاري، ومعي العديدين من أبناء الحركة الوطنية البحرينية الشريفة، كنا ضد العنف وضد العنف. صحيح أن الأوضاع في التسعينات كانت مختنقة، ما نبرر، لكن أيضا لا نبرر إلى العنف الذي ارتكبته الوفاق في تلك الفترة، لا نبرر الحرق، لا نبرر التكسير، لا نبرر القتل، لا نبرره، لأن الأوضاع كانت مختنقة. إحنا حركة وطنية يجب أن نقدم مثال إلى النضال السلمي والنضال الحضاري في كل الظروف، مو في الظروف بس العدلة. أنتوا لا قدمتوا في الظروف السيئة ولا قدمتوا في الظروف العدلة، لا قدمتوا في ظروف الاختناق ولا قدمتوا في ظروف الإصلاح. أنتوا استمريتوا في العنف لأنكم أيديولوجية عنف، لأنكم أبناء أيديولوجية العنف، لأنكم أبناء أيديولوجية الانقلاب، لأنكم أبناء أيديولوجية الدم، أيديولوجية العنف العنيف. في التسعينات حط لي لقطات من التسعينات، شوفوا هذه اللقطات اللي من التسعينات، والله ما تقدرون تفرقونها، ما تقدرون تفرقونها بهل هذه اللقطات حدثت في التسعينات أيام الاختناق أو حدثت في أيام الإصلاح. لولا أني أنا قلت حط لي لقطات من التسعينات، شوف شلون، شوف شلون العنف العنيف بدأت بالوفاق في التسعينات واستمرت به في 2011. ليش؟ مو 2011 اختلف الوضع وصرتوا نواب وصرتوا حزب معترف به وصارت حرية وصحافة وكلمات وندوات وملتقيات وكل شيء، وما عليكم، لماذا لجأتوا إلى العنف والاصطدام مع الحكومة والاصطدام بالناس والعنف العنيف الواقع على كل البشر؟ ليش؟ لأن أيديولوجية العنف التي تؤمنون بها، لأن الاستراتيجية الانقلابية الأولى اللي بدأت في 1981 بأمر من الولي الفقيه خميني استمر بها خامنئي، ولأنكم أنتوا فقط أوامر تتلقونها وتنفذونها، نفذتوها في 81 وقلنا عنها ونفذتوها في 94. الغريبة أن أنتوا جيتوا تنفذونها في أجمل العهود البحرينية وأزهاها، وهو عهد الإصلاح، عهد الديمقراطية، عهد الانفتاح. في فرق بين المطالب وفي فرق بين الانقلاب، في فرق بين المطالب الشرعية السلمية وفي فرق بين هذه اللقطات اللي تشوفونها، ما نقدر نفرق بينها. تشوفوا ما نقدر نفرق، هل هي لقطات من التسعينات؟ هل هي لقطات من 2011 و2012؟ ما نقدر نفرق ابدا. ابي الحين ارويكم علي سلمان وهو يفتخر بالسلندرات. قد شفتوا لكم قائد سياسي سلمي؟ علي سلمان سلمي طل، سلمي علي سلمان وانت تفتخر بالسلندرات وشاط عمرك وخطر تشقق بلاعيمك وانت تفتخر بالعنف العنيف؟ هذه متى يفتخر به؟ يفتخر به عقب الإصلاح، وينسب ما تحقق من مكاسب بحرينية إلى فترة السلندرات. اختصر واختزل وألغى كل تاريخ الحركة الوطنية البحرينية من 1923، من أيام الزياني ومن أيام بن لاحج، اختصرها، وسعد الشملان وغيره هم اللي طالبوا في الحركة الوطنية وطالبوا بالإصلاحات، ووقف معاهم الراحل عيسى بن علي في مطالبهم، ووقفوا الإنجليز ضدهم ونفوهم، كلها القصة معروفة هذه من ذاك الوقت. والبحرين تطالب، نفيتها يا علي سلمان ونسبت حق سلندراتك وقلت الإصلاح هي من السلندرات. الإصلاح، وأقولها لك وأنا ابن الحركة الوطنية وعشت مع الحركة الوطنية قبل لا يولدونك وقبل لا تعرف الحركة الوطنية، في 56 أيضا هناك حركة وطنية كانت مثالا وكانت تطالب بالإصلاح، ثم استمرت المطالبة بالإصلاح وبالحياة الدستورية إلى أن جاء صانع الدور التاريخي الكبير في حياة شعب البحرين حمد بن عيسى جلالة الملك، وحقق ولا ننسى له
هذا الفضل، ولن ينساه شعب البحرين، لأنه قاد إلى الإصلاح، لأنه دشن الإصلاح، لأنه طرح الإصلاح وتبنى الإصلاح، فأصبح الإصلاح إرادة شعبية ملكية بحرينية. لا ننسبها إلى سلندر يلي ما تستحي حطة سمع الناس هو ينسبها حق سلندر وحصات اللي حذفه حطة. الوفاق هي امتداد لهذه الكوكبة وامتداد لهذا التاريخ وامتداد لهذه الوطنية، والوفاق هي امتداد لكل الشهداء وخصوصا شهداء الحقبة التسعينية التي نفتخر بكل تفاصيلها، بسلندراتها، بشيطانها، بكل ذلك التاريخ الذي كان لابد من أجل أن تكون الانتخابات. هذا هو نكران التاريخ، هذا هو الالتفاف، هذا هو تزييف التاريخ، تزييف الحقائق، تزييف الوقائع يقوم بها علي سلمان كان وما زال. هذا ابن العنف، ابن حركة العنف في التسعينات علي سلمان، وهو قلت لكم أول من رمى الحصاة في الماراثون، وهو الذي افتخر قبل دقيقة قدامكم بالسلندرات، وهو اللي حرك الانقلاب. بعد اشتبون أكثر، حط لي فاصل يا أخي حط لي.